ضيفتنا في هذه الفقرة بدأت من سن صغيرة واهتمت بمسألة المكياج تحديدا، وكانت على يقين بأن الجمال الداخلي وجمال الروح هو يعكس جمال المظهر الخارجي. ركزت اهتمامها على جانب التجميل ولها طموح عالي في الوصول إلى هذا الحلم، وكانت واحدة أيضا من المتحدثات في فعالية ثقة واللي تركوا نجاح مؤثر في المجتمع. اسمحوا لي أرحب بضيفتنا سمية بلخي، مؤسسة أكاديمية تجميل. منورة سمية معنا اليوم. أهلا فيك. بداية خلينا نتكلم عن موهبتك، بديتي في الرسم قبل المكياج، فخلينا نعرف إيش الفرق بينهم غير الألوان؟ والله الرسم أنا بطبعي كنت أحب أرسم بورتري، فأحب الملامح، أحب أعمل كونتور بالفحم في الوجه، فقريب مرة من الميك أتفق. طب أنت تعتبري شغلك في هذا المجال تحقيق هواية ولا طموح ممكن ياخذك لبعيد؟ الاثنين. مبدئيا لما بدأت كانت هواية، بعدين صارت يعني من كثر ما أنا بأمارس صرت أني أنا بعمل ميك اب وبقدم دورات، أشوف لها طموح كبير إن شاء الله ممكن أني أنا أوصل له، يعني وأحقق حاجة كبيرة بإذن الله. حلو. واحدة من أهم أو أكبر أحلامك كانت أنك تأخذي دورات أو تلتحقي بدورة مكياج مع أكبر أو أشهر الميك اب أرتست العالميين، فهل اليوم سمية قدرت تحقق هذا الحلم؟ أيوة الحمد لله. رحت حضرت، كان عندي دريم من زمان أني أنا أروح أحضر عند ماريو خبير تجميل مشاهير هوليوود. لما صارت لي الفرصة رحت على دبي والتحقت بماستر كلاس كان هو عامله، كانت الموديل كيم كارداشيان. كان يلفتني مرة الميك اب في هوليوود كيف نظيف، كأنهم هم حاطين ميك اب، شوفي لون بشرتهم حلو. كل واحدة ما كنا حاطة فونديشن، فهذا الشيء كان مرة يجذبني وخلاني أتحمس أني أنا أروح. طبعا كانت تجربة يعني مرة حلوة. وطبعا عرفتي هذه الأسرار اللي لازم تعطيني هي بعدين. Yeah, لازم نفسي أوصل لذي المرحلة أني أحط ميك اب بس ما يبان أني حاطة ميك اب. أيوة أكيد. يحتاج ميك اب أكثر أخف من كذا. طيب بديتي بعد كده في مسألة إعطاء دورات تدريبية للبنات الموجودين عندنا، فنبغى نعرف إيش الصعوبات اللي واجهتيها خلال تقديمك هذه الدورات وكيف بالمقابل قدرتي إنك تتغلبي عليها؟ يمكن أكثر الصعوبات اللي واجهتها في مجال التدريب هو اختلاف المستويات يعني في الخبرة في الميك اب، يعني بيجوني بنات مثلا تكون هي لسه مبتدئة ومتوسطة ومحترفة، فهذول بيحضروا. أكثر شيء واجهته هو يمكن المنهج، فصممت المنهج بطريقة أنه هو يناسب الكل، فصرت في الشرح أبدأ طبعا من الصفر بحيث أنه المعلومة توصل للبنات بشكل جدا واضح، بيستفيدوا بالاستفادة الكاملة، أنه المنهج بيكون مفصل بالتدريج فما بيلاقوا فيها صعوبة يعني الحمد لله. فهذا اللي يعني قدرتي بالنهاية أنك تتغلب عليها. مو بس كذا، كمان بتقدمي دورات مع أكبر شركات الميك اب، شركات عالمية وموجودة عندنا هنا في السعودية، فقد إيش هذه التجربة أضافت لك خبيرة مكياج؟ والله تجربة جدا حلوة، يعني بحس بسعادة طبعا وأنا بدرب، خصوصا لما يكون معايا برضو شركة بنستخدم المنتجات حقتهم، بنتعرف أكثر على إيش في أشياء مطروحة في سوق الميك اب كبرودكتس مثلا. أنا يعني بستمتع في التدريب لما بيكون برضو في شركة منظمة. حلو، بيسهل عليكم أكثر أتوقع، أن الميك اب لما يكون يعني براند معروف وميك اب مرتب ترى يعكس على جمال الميك اب بالنهاية. أتوقع. طيب كمان سمية كان عندك حلم أنك تأسسي أكاديمية لفن تعليم المكياج. وما شاء الله تبارك الله حصلتي على استثمار لإطلاق هذا المشروع، فياريت تكلمينا عنه أكثر. أنا بدأت أول حاجة الدورات كنت بأدرب يعني ما هو أونلاين، تدريب عادي يعني فيس تو فيس. بعد كده صار عندي متابعين خارج جدة حابين أنهم هم ياخذوا دورة، ففكرت أني أبدأ أعمل تعليم عن بعد، أكاديمية تعليم أونلاين، فبحيث أنه كل واحدة في بيتها تقدر أنها هي تشترك وتأخذ الكورس من غير ما هي يعني تروح وتيجي. وما شاء الله الأكاديميات يعني منتشرة في كثير أماكن حول العالم، يمكن في السعودية تحديدا بشكل قليل المنصات التعليمية، فحبيت أني أعمل أكاديمية خاصة للميك اب. بداية المشروع اشتركت في برنامج تحدي الهوامير
هو برضو بينعرض في روتانا. على روتانا خليجية. أيوة، صحيح. والحمد لله حصلت على استثمار مع أستاذة مها طيبة، وبدأنا جميل. نشتغل على المشروع، إن شاء الله بإذن الله يطلع كده بأجمل حلة. حلو. طب بس إيش الفرق يعني؟ قولي لي مثلا أنا حابة أقدم على هذه الدورة التدريبية أونلاين. في بنات كثير ممكن يقولوا طب ليش أنا أدخل على اليوتيوب، في دروس تعليمية كثيرة للميك اب، فبما أنه عن بعد أونلاين نفس اللي حتشرح لي أونلاين ممكن أنا أشوفه على اليوتيوب وأطبق، فاقنعيني أكثر، خلي البنات يفهموا أكثر إيش فكرة أني أنا أخذ دورات أونلاين. اوكي، طبعا اليوتيوب ما شاء الله يعني محتوى شامل جدا كثير، يعني كلنا حتى يمكن انا كمان طورت نفسي كثير من يوتيوب. بس فكره الاكاديميه هي حتكون اكاديميه متخصصه فيها منهج لكل المستويات، بحيث انه يكون ستيب باي ستيب، في له اساسيات، الواحده حتعرف كيف تستخدم مثلا هذه الفرشه، يعني حتبدا زي ما تقولي من الاساسيات الين انها هي تحترف بشكل بشرح جدا يعني محترف ومبسط ومدرب. ف يعني كأكاديمية متخصصة كاملة شوية حتكون مختلفة عن فكرة يوتيوب، انه هي متخصصة في هذا المجال وفيها حتشاركي دروس. معاكي ميك اب ارتست ثانيين في نفس المجال ولا تفضلي انه يكون لك لحالك؟ والله لا، انا ام اوبن اني انا بالعكس اخلي في تنوع في الأكاديمية ان شاء الله. وحتكون ان شاء الله فيها مفاجآت، حتكون اكثر من بس وانا قاعدة اسحبك في الكلام اليوم، اباكي كذا تعلنين عن مفاجآت تحمس البنات اكثر. ان شاء الله هذه اكيد حدخل فيها اشياء ثانيه باذن الله. بس مبدئيا حنبدا بالميك اب، وان شاء الله باذن الله يكون يعني فيها كذا نجاح كبير باذن حلو الله. حلو. يعني انا صراحه قاعد يجي في بالي احتاج اكاديميه فيها كيف اتعلم ميك اب، فيها كيف اتعلم البس، وفيها كيف اتعلم اسوي شعري وستايلات في شعري، كذا ممكن يغنيني بالنهايه عن الصواليل وخلاص اكون انا انسانه معتمده على نفسي في هذا الجانب. أيوة. في المظهر الخارجي. ولكن حبيت اكثر شيء انه مثل ما قلت في البدايه انه الجمال الداخلي وجمال الروح يعكس كثير على جمال المظهر طبعاً. الخارجي، تتفقي معي في هذا الشيء؟ طبعا طبعا، لانه الواحد لما يكون هو جالس على طبيعته، انسان مثقف واثق في نفسه، يعكس كثير على المظهر الخارجي، يعني يكون الانسان شكله مرتاح، حتى يعني بيعكس كثير مره على المظهر. صح. طب ايش اهم الخطوات اللي لازم تركزي عليها مره كثير سمية، خصوصا في مشروع زي هذا المشروع؟ أول شيء لازم طبعا أدرس السوق كويس، أشوف برضو الأكاديميات، يعني أخذ فكرة كيف ممكن أن أنا أبدأ فيها. برضو اختلاف أزواج الناس، هذا شيء كمان برضو في مجال الميك اب، يعني الميك اب زي الأكل، كيف يفرق ذوق الناس في الأكل والميك اب، فلازم الواحد يراعي أغلب الأذواق. أتوقع هذه يمكن أهم الأشياء. حلو، واضح انك دارسه الموضوع مضبوط. وبما انك كنت واحده من المتحدثات في فعاليه ثقه سميه، كيف ممكن الواحد يحول شغفه تجاه شيء معين الى حقيقه في ارض الواقع؟ ممكن يكون هذا المشروع هو يعني المشروع اللي كان يحلم فيه طول هذه السنين، مثل اللي صار معاكي، فقولي لنا ايش سويتي؟ طبعا اول شيء لازم الواحد هو يفهم نفسه، يركز مع نفسه، يعرف انا ايش شغفي، أنا إيش أبغى أسوي؟ إيش الشيء اللي أنا حابته؟ هذا أول حاجة. يشوف أكثر وقت بيقضي وقته في إيش؟ إيش الهوايات اللي هو بيحب يسويها في وقت فراغه؟ إيش الكتب اللي بتستهويه إنه هو يقرأها؟ بعد ما يعرف الشغف حقه يبدأ ممكن إنه هو يعمل مثلا صفحة على انستغرام أو على مواقع التواصل، يستشير المقربين حواليه، يبدأ على نطاق ضيق، يعني أنا بدأت البزنس حقي كان من البيت. بدأت أول حاجة على أهلي وأخواتي، وبعدين ما شاء الله تبارك الله صحباتي طبعا الورد أوف ماوث، صاروا الناس يقولوا لبعض وكذا. فالواحد يبدأ بنطاق صغير. أيوة. ويكون مؤمن بنفسه ويجرب، ما يخاف من الفشل، حتى لو مثلا صار في شوية يعني هبوط في أيام البزنس اتس أوكي، ممكن أنه هو يرجع يوقف تاني على رجله. فأتوقع هذه أهم حاجة، أهم شيء الواحد يكون عنده إيمان بنفسه أنه هو يقدر يعني يوصل للشيء اللي هو يبغاه. الشيء اللي هو يبغاه، صحيح. طب لو حبينا يعني نعطي رسائل تحفيزية لكل الشباب والبنات، ايش ممكن تقولي لهم؟ اقول لهم يؤمنوا بنفسهم، ما يخلوا اي حاجة سلبية تأثر فيهم، يكون عندهم اصرار، يقرأوا كثير عن الشيء اللي هم حابين انهم هم يطوروه، يعني يكون عندهم اطلاع في المجال اللي هم مهتمين فيه، يطلعوا. كل ما الواحد نمى معلومات اكثر، كل ما ثقته في نفسه حتزيد، ولمن حيبدا مشروع حيكون المشروع ان شاء الله في له اسس مدروسه كويس. حلو. بالنسبه لك انت سميه، يعني ايش اكثر الصعوبات اللي واجهتيها في حياتك؟ نحتاج انت عشان نوضح لهم الصوره، وكيف قدرتي تتغلبي عليها وتبني هذه الثقه الموجوده عندك ما شاء الله تبارك الله؟ التجربه،
أنا أحس تجربة شيء جديد الواحد أحيانا يخاف يجرب. يعني أنا أول ما بدأت أعمل دورة كانت تجربة، صحباتي قالوا لي سمية نبغى نتعلم ميك اب، نبغى نتعلم نعمل مكياج لنفسنا، فما كان في بالي أنه أنا مستعدة الآن أني أنا أسوي دورة، بس أسست نفسي كويس، طلعت على فيديوهات مرة كثير في يوتيوب. يعني لو تشوف القنوات الأجنبية تشربتها شرب في اليوتيوب، أتفرج كنت مرة كثير، حضرت دورات في جدة، لما بعدين بدأ ما شاء الله تبارك الله البزنس حقي يعني يوقف على رجوله شوية، صرت أسافر وأخذ دورات عند أكبر الميك اب ارتست وأطور نفسي. فالمعلومات هي يعني يمكن أهم حاجة الواحد، صح. كل ما غذى نفسه كل ما حتكبر عنده الثقة، حيصير واثق هو إيش يعمل في البزنس حقه. صحيح، أيوة. أتفق معك 100%. شكرا لك سمية، نورتينا اليوم، نتمنى لك كل التوفيق. ننتظر الويب سايت أو التدريب أونلاين أو الأكاديمية اللي بتسويها ان شاء الله، بسجل معاك وقاعد اتفرج واتعلم ان شاء الله. اهلا وسهلا، نورينا. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم، معرض السيارات ينطلق اليوم في الرياض، التفاصيل راح تكون بعد الفاصل.